السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله. كي دايرين مع صحتكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جيت ندير معكم واحد الفطيره، فطيره او بحال تنقولوا فطيره او بيتزا حلوه ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنايا 150 غرام ديال الطحين، وغادي ندير معها معلقه 7 ديال الغرام ديال الخميرة ديال الحلوة، ومعلقة صغيرة عندي هنايا ديال الخميرة كيماوية، وراني درت واحد شوية ديال الملحة. وعندنا هنا كاس دانون مسوس غادي نديرو حتى هو، حتى كتجي ساهلة مهلة. راني دابا كنت كنسى وكنت نوض نديرها معاكم. وغادي نديرو هنايا واحد 4 ديال المعالق كبار ديال الزيت ديال المائدة، 3 4 4، وغادي نخلط هاد الشي مزيان. مهم انا نخلطوها بالمعلقة، وعاد نخلطها بالدية باش نشوف القوام. انا غادي نخلطو بيديا باش نشوف القوام، لان كنزيدو على حسب ضميت. غادي نزيد واحد المعلقه ولا جوج، حتى هي غير بالمعلقه، ديرو جوج معالق هي ما يتجمع لك هاد العجينه. وعينك ميزانك على حسب الطحين، جوج حتى ثلاثه المعالق كافيين. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره وحده اخرى، وغادي نعكها مزيان يعني هكايا. هاد الفطيره كتجي غزاله ساهله. ثم كما كتشوفوا كتبقاو تجمعوها ودلكوها واحد شويه وصافي، وتخليوها ترتاح هكايا كتجي، وكتخليوها ترتاح. واني معكم ان شاء الله نكملوا الوصفه. هلا جينا عندنا دابا ارتاحت، غادي نقلطوها وغادي نجيبوا المول. هنايا عندي هذا المول، هذا غادي نديرو، وغادي اللي بغى يدير بالمدلك يدير، واللي بغى يدير هي بيدو يدير. ترخفات ملي كترخف العجينه، نمدلكها مزيان. السلام عليكم سوزانه. واش بيه؟ ما بيا شيء، كلشي مليح الحمد لله. كلشي مليح مليح، كلشي مليح. كنشكر خوتنا الجزائريين. اييه مراسلة راه ما تسمعتها وما بوجدها، وتسمع بتازا لا وجدها تازا لا متازا، الاصل ديالي متازا. وعندي اصدقاء غاد موجدة بالجزائر، لا مراسلة غتشوف كاتالونيا، لا مراسلة. ايوا والله كلشي الحمد لله، كنا اخوان جزائريين مصريين تونس، كنا الله يتاوي خاوتنا وصافي. اللهم لك الحمد. شتي اللي كاين؟ هاني من بعد ما قرصتها على 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 المول، غادي نتقبها بواحد شويه. بقبج 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 بقبج. هادي الضربه ديالهم، اييه يقولوا سداسيه رباعيه. المهم البنات، انا من بعد ما درت لها هاد الله يسخر شتي لاقفنا ممتعه. غادي جا عندي هنايا الفرماج الجبن ديال سميتو، عنتو المغرب اللي عنده ديك الجبن ديال الجبن اللي بغى اللي يدير ديال الدهن ولا ديال ديك الجبلي ولا هذا.
انا عندي هذا فيه 300 غرام. انا نحتاج هنايا اللي يقضي اللي يقدني، وعندي الفرماج الاحمر غادي نديرو. غادي ندهن، غادي ناخذ هذا الجبن، وغادي ندهنو هنايا هذه الطريقه كلها كتجي رائعه. هاد الفطيره هادي كتجي نص، المهم الجبن راه هذا تيكون نص مالح نص حلو، كيجي على طاط الملوحه وعلى طاط الحلاوه. بيتزا مالحه حلوه. هادشي اللي كاين. غادي ندهن الميت بركه من هاد الجبن بركه، الطريقه هادي تستنها على الفطيره كامله. ديرها العشاء هكا، ولا ديرها الكوتي، ولا اللي بغى شي واحد شي حاجه يديرها، كتجي غزاله للوليدات. ولينا علاش لا، كل واحد حتى حنا نذوقو ناكلو طريف. صافي هاد الطريقه وغادي ندير الفرماج الاحمر. عندي مخلط هنايا 4 ديال الفرماج الاشكال. كل ما قويتي في هاد الفطيره الفرماج كيجي زوين. كيكون الفرن عندك مشعول، وكدير على 180 درجه، كديرها طيب. المهم كتحس بيها طابت، راه كتبان لك من التحت طابت. صافي وكيدوب الفرماج من الفوق، كنخرجها ونطلقها ان شاء الله في تمات الفيديو. شوفوا من بعد ما خرجتها من الفران كتجي هكا، هي كتجي رائعه وحده ريحه طالعه منها. يا سلام. دابا جبت العسل، ها هو العسل عندي هنايا، غادي ندير عليها العسل. الريحه فيها جات شبابه، كتجي ما بين الملوحيه وما بين الحلاوه. عاد نضل معلقه أنا، نعم. أنا معك حاضر ناظر. واحد المعلقة. أنا حاضر ناظر. صافي كدوزو على هادشي كامل. نعم سيدي مقويات. المهم كتجي رائعة هاد الفطيرة، فطيرة حلوة مالحة جوج في واحد. وحقيقة زعما ماشي غير رائعة، صايد دقتها ماشي زعما زعما نقولها لكم غير معقولة. غادي نقسم معكم واحد الطريف، هانتوما كتشوفوا كتجي رائعة جدا. هانتوما كتشوفوا كما كتشوفوا، هانتوما الفتاوة هاك الطر ديالي هذاك هاك دوق. كي جات يلا جات مليحة 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 مليحة، كتجي مالحة مليحة مليحة حلوة بجوج مليحة مليحة. الجزائرية تقولها مليحة. نتمنى من الله هاد الفيديو ينال الإعجاب ديالكم ويروق، وتبارطاجيوه مع الأهل ديالكم ومع الأصحاب باش تعمل فائدة إن شاء الله. وشكرا لكم على المتابعة ديالكم وعلى الدعم ديالكم جميعا اللي كيدعمني في هذه القناة. هذا كنشكركم كل قلبي، أنا والزوج ديالي وكل شيء. وجزاكم الله خير ومع السلامة. وشكرا لكم، وما تنسونا إن شاء الله بالتعليق ديالكم البناء، هذا الشيء اللي كاين اللي كتخلي كتحفزنا إن شاء الله ونزيدوا القدام وما نرجعوش مرشاريير. إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، كنشكركم بزاف بزاف بزاف. ومع السلامة في فيديو جديد إن شاء الله.